بصراحة طلعت الفكرة، كنت أنا وبنتي عم ناكل فلافل وأكلت هذا الكبيس اللي هو كبيس الطرش يعني، فحبيتهم كثير، أخذت لها مع البيت، صارت تاكلهم يعني بطريقة كثير يعني شهية، فانبسطنا، صرنا نقول هيك نردد كلمة طرشي أنا وياها، كيفك يا طرشي؟ وهي تقول لي طرشي، تحكي مع جدها طرشي ما طرشي، صرنا نحكي مع بعض بهذا الأسلوب يعني قصة الطرشي. زميلنا أحمد جردلي هو المخرج يعني كان مدير التصوير كمان، فقال لي انه كملوها الغنيه، ركبها انت وزميلك اللي هو زميلي كلماتي وكلمات محمود صباعي ومغنيه، فقال لي بركي بتجمعوا كلمات وبتعملوها غنيه يعني بنعملها على القليل لاولادكم يعني. فمن هون بلشت القصه، بلشنا نركب كلمات او كل شيء، بس صرنا نغنيها بلحن مسروق تقريبا، مش الحال ركبناها، فوصلنا لانه مرحله صرنا بدنا نصور فيديو كليب لان عجبتنا الفكره. اجت هون الفكرة انه حلو نصورها بقلب زواريب صيدا، ونعرف اولادنا اكثر انه هذه المدينة ما لازم ينسوها، لان احنا طفولتنا كانت كتير موجودة بزواريب صيدا عن جد، اللي هي من اجمل ايام حياتنا، فول ومفول وخبز هيك يعني. اجت الفكرة انه لازم تتصور بقلب زواريب صيدا، لان صيدا عن جد الكل بحبها وعشنا فيها يعني، انا خلقان بصيدا وربيان بصيدا والماما من صيدا وكثير عندي اهل بصيدا. عندنا صعوبات كثير كانت بالتصوير يعني، مثلا مثل الفوال كنا حابين مش عبد انه شاب صغير يكون الفوال، كذا حدا حكيناه ففي ناس تستحي او لا شو انا فوال يعني، يحس حاله غريب انه عبد هو شاب منه ناصح. اضطريت انه يجي فكره انه خيط له كرش ولبسه الكرش لحتى يبين انه فوال، وعاده الفوال عنده كرش. وكمان يعني لقينا صعوبات حتى نلاقي ختيار، لان في ناس ما بيقبلوا انه اهلهم تصور، فكان هو الوالد لحتى اجى يعني ومثل معنا، والفوال كمان ما كان حدا يقبل انه عبد هو كمان ابن اختي. على كل حال يعني نحن من هذا المنطلق ان شاء الله باذن الله بنعمل شيء كثير حلو بعد لصيدا ولكل اهل صيدا اللي هن يعني اهلنا ونحن بنحبهم كثير، وهن طبعا بحبونا اكيد يعني، انه مفخر بهالشيء اللي عم بصير. ونحن مننا يعني نشتغل لشخص معين، بالعكس نحن بنشتغل لكل أهل المدينة، وحابين المدينة كلها تكبر وتصير ازدهار كتير قوي والعالم كلها تحكي فيها إن شاء الله. عنا شيء جديد إن شاء الله حيكون كتير قوي بإذن الله، وما حنستسلم يعني، حندلنا ورا مدينتنا صيدا اللي هي الأم لقلنا اللي ربينا فيها وحضنتنا من نحن وصغار وحضنت أهالينا وجدودنا يعني، جدودنا وكلهم ربيوا فيها. بتشكر جميع وسائل التواصل الاجتماعي بمدينة صيدا وبرات مدينة صيدا عن جد على الفرصة اللي فتحوا لنا إياها أن نوصل هذه الرسالة للجميع. بتشكر جميع الشباب اللي اشتغلوا معنا يعني، نشتغل مصورين وسام صفدية، محمود السبعايون، خالد الأتب، حبيب القلب أنت أعطيتنا مونتاج رائع ولا أجمل من هيك. بتشكر أحمد جردلي هو مدير التصوير والمخرج، عبد شمية مدير الإنتاج. كمان بتشكر جدا 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 ديموزيل شمية زينة، والشكر الكبير طبعا لرئيس بلدية صيدا الأستاذ محمد السعودي على استقباله لقلنا، وشكر كمان للدكتور أسامة سعد استضفنا وعطينا الشجاعة الكافية أنه نستمر ما نوقف هون، ونوعدكم نحن ما حنوقف بإذن الله حنكمل والمسيرة ماشية وإن شاء الله خير، ويعطيكم ألف عافية. شكرا كثير.